تحياتي، معكم 2FIQ توفيق، واليوم راح أعلمكم كيف نعمل استوديو باستخدام بسيط لغرفة ما إلى أي عازة بالبيت. هي فعلياً كانت غرفة الضيوف، بس أنا للأسف ما بيجيني الضيوف، فاستخدمتها حولتها لاستوديو. خليكم معنا. انتو شايفين خلصت اخيرا تفضاية الغرفة. اخذ شغل كتير صراحة، وانا جدا كان الموضوع متعب لي، بس يعني انجزنا. ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنظيف، هي المرحلة اللي اكره على قلبي.
وهيك مثل ما انتم شايفين من امور بسيطه جدا قدرنا نعمل استوديو بسيط على قدنا من امور موجوده بالبيت. خليكم معنا دائما حتى نعرفكم على كل ما هو جديد، كيف ممكن تستغلوا كل الامور اللي عندكم، كيف ممكن تسووها على اي شيء تتمنوه. اذا حبيتونا اضغطوا زر اللايك، لا تنسوا تفعيل زر الجرس بعد الاشتراك بالقناه بضغط زر السبسكرايب، وتابعونا على طول. رح نجيكم بحلقات قادمه ان شاء الله بامور اجدد واحلى. تحياتي.